It really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون عن حرق الجواهر في عجلة ريتشارد، وفي مفاجأة من نهاية المقطع، في مفاجأة راح تعجبكم، يعني شاطحة عن المقطع وكل شيء. وهذه عجلة ريتشارد، انا سويت اول محاولة وطلع لي موارد، طلع لي موارد. الحين راح نبدأ في 400 خلصنا. الحين راح نستدعي البطل. دقيقة، مي هذه المفاجأة؟ المفاجأة بعد هذا. راح نستدعي البطل الحين. بسم الله، يا هلا بك، يا مرحبا، منور منور منور. وندعم أول مهارة،
ثاني مهارة كذا، صارت المهارة الأولى ثلاثة، خلاص كذا يكون وصلنا لنهاية المقطع. أضحك معاكم يا شباب، باقي شيء ثاني شاطح اللي هي مفاتيح، راح نحرق المفاتيح اليوم قبل بكرة، ندخل على الحان الحين ونحرق مفاتيح ذهبية وفضية، نجرب الحين. وبس يكون كذا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى عجبكم، يعطيكم ألف عافية على وقتكم، سلام.